الحادثه وقعت دابا شي ساعتين دابا باش وقعت تحرقوا الحوايج بزاف والناس في بروميان وفي الدوزيام كلشي وصلهم الدخان تقريبا الناس كاملين في هذه العماره كلهم الناس ديالهم مشاو لامبينونس داخل خويا راه تقدام مزيان دخلنا قلبنا لقينا هذاك في الديبار فاش دخلنا بانت لينا العافيه بغينا نطفيو ما لقينا ما نطفيو اخويا بانت لينا العافيه بزاف وحرنا باش نعيطوا للبومب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.